النسيج الاجتماعي الموجود في المشيخة بصراحة يعني معبر عن أمال الناس. نرجع مثل ما كنا اليوم تم زيارة ناحية البعشيقة والاطلاع على الواقع الخدمي أيضا فيها ومناقشة المشاكل البلدية والمشاريع الماء وإيجاد الحلول لمعالجة هذه المشاكل بتنظيف توفير التمويل للمنظفين وزيادة عددهم وأيضا حل مشكلة مشاريع الماء وفصلها فصل مثل مشروع لبرطلة وأيضا الحمدانية وزيادة عدد الآبار لمعالجة الشحة اللي مقبلين عليها في الصيف القادم. ايضا من ضمن في ضمن جولاتنا كان عندي اصرار انه يعني ازور لمزار الازيدي وان شاء الله اتوجه الى زياره الكنيسه وايضا الجامع ان شاء الله حتى يبين ننطي يعني فكره عن التعايش الموجود في هذه المنطقه واصرار الموجودين في هالمنطقه على استمرار التعايش. تم عقد اجتماع موسع في مقر البلديه بحضور السيد مدير الناحيه وكذلك مدير البلديه ورئيس المجلس والسادة أعضاء مجلس محافظة ممثلين عن ناحية بعشيقة. تم التطرق إلى مواضيع عديدة منها مواضيع الخدمات في مسألة توفير الماء الصالح للشرب وكذلك خدمات البلدية عدد العمال صرف أجور العمال كذلك تم التطرق إلى موضوع التعايش السلمي بالمكونات أفراد ناحية محافظة نينوى عموما وكذلك ناحية بعشيقة خصوصا. هناك تبين هناك تعايش سلمي حقيقي في ناحية بعشيقة شملت زيارة مزار اليزيديين إخوان اليزيديين الشيخ محمد كذلك سنقوم بزيارة الكنيسة والجامع حتى نعطي رسالة إلى العالم أجمع أن الحياة عادت من جديد مهما فعلت عصابات داعش الإرهابية لن تستطيع أن تغير وحدة العراقيين إنهم وحدة واحدة. الحمد لله عادت الروح. اليوم رأينا المسلم واليزيدي ورأينا المسيحي كلهم أخوة متحابين. هذه رسالة هذا درس تعلمناه ونعلمه للعالم بأن العراقيين وحدة واحدة إن شاء الله. طبعا في المقدمة نرحب بكم أجمل ترحيب كإخوة أعزاء ضيوف علينا في هذا اليوم الصباح هذا الصباح اللهم اجعله خير على الإنسانية وعلى البشرية وعلى العراق أجمع ويجعل الفن العراق أمنا وسلام على أهله جميعا. السيدة مديرة البلديات اليوم استقبلناها في بعشيقة ووقفت على احتياجاتنا وتفهمت ما مضمون ما طرحناه على السيدة وزيرة البلديات والأخ وزير والأخ مدير بلديات نينوى أيضا. وإن شاء الله هذه الزيارات تعطي ثمارها مستقبلا. تتميز المنطقة بتعايش سلمي بتآخي بمحبة وعلاقات طيبة بين الكل. احنا يعني هذا من هذا المكان يعني اقدم شكري وتقديري لجميع العاملين من كوادرنا في مؤسسات البلدية مؤسسات الماء والمجاري بالطرق والجسور بجميع ان شاء الله. المنطقة يعني الكنيسة تعتبر المنطقة القديمة القصبة القديمة. السلام عليكم. من وين هذا؟ من الفور. انا حيدر الطخليه.
قرية دينية سياحية، مناسبات آلاف الناس، يعني أيام المناسبات أكثر الشهداء، أكثر الشهداء من القرية، شهداء من القرية، أكثر الشهداء من القرية.